أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان موضوع في غاية الأهمية صلب المسيح هل هو الضعف أم شجاعة وأنا أصلي أن نلقي الضوء على هذا الموضوع في هذه الحلقة وأنا أعجب يعني من أشخاص يحاولوا أن يقللوا من أهمية الصلب هو بكل بساطه وكانهم يدافعون عن يسوع المسيح طالما يسوع المسيح نبي عظيم حاشا لهذا النبي ان الله يسمح له بموته او بصلبه وبهذا احبائي يخالفون كل المشيئه الالهيه وكل البرنامج الالهي من اول التاريخ حتى اخر شخص في هذا الوجود قبل ما أخوض في هذا الموضوع خليني أذكر بعض الملحوظات ملحوظات عن صلب المسيح أولا يعني عادة يقول حاشا لله أن يموت طبعا احنا من أكد هذا الموضوع حاشا لله أن يموت فالذي صلب هو يسوع المسيح الإنسان الكامل فاللاهوت لا يموت. شيء ثاني نحن لا نعبد الصليب ولكننا نعبد يسوع المسيح ابن الله. فاذا كثير مرات بتسمع التعبيرات عباد الصليب نحن لا نعبد خشبه ولا نعبد صليبا ولكن نعبد يسوع المسيح فالصليب كان اداه اعدام في ايام الرومان. ولكننا نفتخر بالصليب ليس لاجل خشبه او معدن بنلبسه ولكن من اجل يسوع المسيح الذي قدم لنا خلاص كامل وفداء كامل. شيء ثالث يسوع المسيح هو الذي مات على الصليب ولم يشبه به او له احد لانه حاشا لله أن يخدع الناس بوضع شخص آخر على الصليب مثل مثلا يهوذا الإسخريوطي ولماذا لا يسمح الله للمسيح بأن يصعد مباشرة إلى السماء أمام عيون الناس وما حاجة أن الله يستبدل المسيح بشخص آخر على الصليب حتى لدرجة وهو ويسوع وهو على الصليب قالوا له انزل عن الصليب فنؤمن بك فكانت الفرصه ليسوع المسيح ثم احبائي كلمات المسيح على الصليب بتعبر عن الترتيب الالهي البرنامج الالهي التفاصيل الدقيقه والكثيره فاذا استحال ان يكون شخص اخر الذي صلب مكان يسوع المسيح شيء رابع الصليب لم يكن النهايه بل الصليب هو البدايه لكن في الصليب هزم المسيح الشيطان وبقيامه يسوع المسيح اكدت مصداقيه يسوع المسيح وكل التصريحات التي اعلنها وهذه ان دلت على شيء تدل على قوه المسيح الحي المقام من الاموات وقوه المسيحيه التي تتبع يسوع المسيح ثم احباء صلب المسيح هو اصبح رمز المحبه والتضحيه والشجاعه والصلاح فكيف لا يصلب المسيح طالما هو مثال ورمز للشجاعه والمحبه وكل صلاح فانا ادعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقه ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا احبائنا مشاهدينا بحب اكد في هذه الحلقه انه الصليب يعبر عن شجاعه يسوع المسيح حتى ولو ان المسيح صلب من ضعف كما يقول رسول بولس الى كنيسه كورنثوس الثاني اصحاح 13 والايه 4 ولكن احبائي واضح من الايات العديده والتفاصيل الكثيره نحو على صلب المسيح تؤكد مصداقيه المسيح والمسيحيه فنحن نتحدث عن مئات الشهادات التي تثبت صلب يسوع المسيح والغريب الذين يتهموننا بهذا الاتهام لا يوجد دليل واحد دليل واحد دليل واحد يثبت عكس هذا الشيء فإذا أنا مرات أقول نفسي أن الشخص يجي معي على مدينة القدس ونبتدي بالتفاصيل الدقيقة من وجود يسوع في مدينة أورشليم إلى الصلب الأحداث والتفاصيل والتحركات والأماكن الجغرافية والسير يسوع المسيح الى الجلجثه يعني شيء مذهل وعجيب جدا كم التفاصيل الهائله في هذا الموضوع وطبعا احنا تحدثنا كثير عده مرات عن براهين الصلب او الصليب واهميه الصلب وايه اللي ممكن نتعلمه من خلال هذا الصلب ولكن تركيزي في هذه الحلقه هو ان المسيح ذهب الى الصليب وهو عالم بهذا الامر من اللحظه الاولى اللي من خلال تجسده انه جاء لهذا الغرض لموته على الصليب، ولكن خليني في البدايه استعرض يعني هذا الموضوع، اول شيء النبوات العديده التي انبات بمجيء المسيح ليموت على الصليب، خليني اقول احبائي في رموز في ذبائح في نبوات لا حصر لها في العهد القديم التي تنبات عن مجيء المسيح وان المسيح سيكون الاضحيه ان يقدم نفسه كحمل الله بلا عيب وهذا بتشوفه من بدايه سفر التكوين عندما قال الله انه سياتي مستقبلا من نسل المراه الذي سيسحق راس الحيه وابتدأت النبوات من آلاف مئات السنين مثل إشعياء سبعمائة سنة قبل الميلاد داود النبي ألف سنة قبل الميلاد والشيء الغريب في مزمور 22 والعجيب أيضا وإشعياء 53 وكأنه يصور أحداث الصلب ومنظر الصلب كأنك أنت بتتفرج على أحداثه من خلال النبوات ما أكثر النبوات التي تمت في صلب يسوع المسيح ويقال أن أكثر من 34 نبوة تمت في يوم واحد فقط في أحداث الصلب حتى ولادة يسوع عندما بشر الملاك مريم ويوسف أيضا قال أن المخلص اسمه يسوع يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا طبعا بيتمشى مع الايه في العهد القديم، انا الله وليس مخلص اخر. في العهد الجديد في اعمال الرسل اصحاح اربعه والايه 12 مكتوب "وليس باحد غيره الخلاص"، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان يخلص. هذا التايتل، هذا اللقب والصفه والعمل والطبيعه لا توجد في اي شخصيه اخرى ان يقال عنه المخلص، فمثلا موسى كان مخلص او منقذ انقذ شعبه من عبوديه من العبوديه من ارض مصر. ولكن المسيح جاء ليخلص من عبوديه الخطيه من بدايه التاريخ حتى اخر واحد قبل مجيء يسوع المسيح ثانيه. حتى انه بو من سمعان الشيخ قال للقديسة المطوبة مريم مريم العذراء سيجوز في نفسك سيف بيتكلم عن احداث الصلب ثم احبائي كلمات يسوع المسيح بنفسه عن نفسه في يوحنا 3 آية 14 قال لنيقوديموس الذي يعرف الكتاب المقدس وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية اسمع هذه الآية التي قالها يسوع بفمه المبارك في انجيل يوحنا الاصحاح السادس قال: انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم. اي 51 ثم اسمع كلام الرب يسوع في في يوحنا عشرة أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ثم قال يسوع لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا ليس أحد اسمع الكلام انتبه معي اسمع الكلام هذا كلام يسوع ليس أحد يأخذها مني بل اضعها انا من ذاتي لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا هذا كلام يسوع المسيح فاذا لا الرومان ولا بيلاطس ولا قيافه ولا حنان ولا اليهود ولا اي شخص فالمسيح اختيارا طوعا هو الذي قال لي سلطان ان اضعها من ذاته ثم قال يسوع لبيلاطس لم يكن لك علي سلطان البته بعد ما قال بيلاطس ليسوع لي سلطان ان اصلبك ولي سلطان ان اطلقك فالمسيح صحح مفهوم بيلاطس قال له لم يكن لك علي سلطان البته الا ان كنت قد اعطيت من فوق يعني هذا بامر الهي انا بختار هذا الشيء والسلطان اللي انت بتمارسه علي هو حقيقه انك اعطيت هذا السلطان فاذا المسيح وضع بالكامل ارادته اسلم ارادته لمشيئه الاب ثم اسمع ما قال يسوع المسيح الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير طبعا كان بيتكلم عن نفسه في انجيل يوحنا اصحاح 12 والايه 24 ثم احباء يسوع مش بس الكلمات اللي قالها او التصريحات ولكن حتى المسيح تنبا عده مرات مرات عديده للتلاميذ انه سيموت في اورشليم وابتدا هذه النبوات في قيصريه فيلبس بعدما مدح بطرس وطوبه عندما اعلن ان المسيح هو ابن الله ولكن ابتدا المسيح ان يتكلم عن الغرض من مجيئه الغرض من دعوته ان ابن الانسان سيذهب الى اورشليم وهناك سيصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم، فالمسيح لم يكن مسلوب الاراده بل اعلن عن صلب احبائي في بشاره متى اصحاح 16. تامل معي هذه الكلمات مكتوب وحين تمت الايام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق الى اورشليم، لوقا اصحاح تسعه والايه 51 يعني عندما صار التوقيت الالهي ثبت وجهه، حقيقه انه عده مرات حاولوا ان يلقوا القبض على يسوع المسيح ولم يقدروا لان لم ساعته لم تاتي بعد وعندما سمع التهديد من من هيرودس انتيباس اللي قطع راس يوحنا المعمدان قال قولوا لهذا الثعلب ووضح ان المسيح لم تكن ساعته وأنه اي شخص اي نبي ينبغي ان يموت في اورشليم فاذا كان المسيح واضح لما صارت الساعه ثبت ركز وجه شخص خلاص يعني لا توجد اي قوه في العالم ترجع يسوع عن عزيمته كان منطلقا نحو اورشليم ثم يكمل الكتاب قائلا اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت اسمع الكلام لينتقل من هذا العالم الى الاب اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى ثم يكمل قائلا يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه وانه لاحظ الكلام من عند الله خرج والى الله يمضي في يوحنا 13 ويوحنا 16 خليني اقرا ايات مهمه جدا احبائي في هذا الصدد. يوحنا اصحاح 12 ايه. خليني ابتدي من ايه 27: الان نفسي قد اضطربت وماذا اقول؟ ايها الاب نجني من هذه الساعه، ولكن لاجل هذا اتيت الى هذه الساعه. ايها الاب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا في آية 31 من نفس الإصحاح الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا بيتكلم عن هزيمة الشيطان على الصليب ثم يقول في آية 32 وأنا إن ارتفعت عن الأرض اجذب الي الجميع قال هذا مشيرا الى ايه ميته كان مزمعا ان يموت فالسؤال هل هذه الايات تعبر عن شخص ضعيف ام شخص شجاع رايح لاورشليم حتى يواجه الموت حتى قيافه اللي تنبأ عن يسوع قال: خير انه يموت انسان واحد عن الشعب ثم احبائي خليني يعني بصراحه تفاصيل المحاكمه تفاصيل المحاكمه يعني كلها المسيح حكم عليه بتهمه التجديف ليس لاي صلاح او عمل حسن لانه قال انه ابن الله اي انه الله فاذا التهم كانت التجديف وهو الذي قال ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمه لاحظ ان هذه الساعه كانت في التوقيت المعين شيء اخر مهم جدا احبائي اللي بتبرهن على شجاعه يسوع المسيح المسيح ما كانش خايف من الصليب كان رايح للصليب بالحقيقة لقد وبخ يسوع بطرس واحد من تلاميذه يعتبر واحد من أعظم تلاميذه لأنه ما كانش مدرك ما كانش فاهم فكرة الصليب وبالحقيقة وبخه مرتين أول مرة بعد ما بطرس قال ليسوع في قيصرية فيلبس يعني في بنياس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب وقال طوبى لك يا سمعان بن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات وبحال ما ابتدى يسوع يتكلم عن الغرض إنه رايح لأورشليم ليصلب على طول بالنسبة لبطرس شاك حاشا للمسيح أن يصلب قال له حاشاك يا رب فانتهره يسوع قائلاً ابعد عني يا شيطان ابعد عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس تخيل أنه بحال مقاوم فكرة الصلب على طول المسيح أدرك أنه هذا روح شيطاني الذي يرفض صلب المسيح فقال له ابعد عني يا شيطان والمرة الثانية في بستان جتسماني المسيح كان بيصلي وكان يصارع ويجاهد في البستان لدرجه انه العرق نزل قطرات دم والمسيح وهو يصارع بسموه بستان النزاع قال ان امكن فلتجز عني هذه الكاس ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك ولما جاء يعني الفكره انه يسوع عارف ان جايين يقبضوا عليه ولكن شيء ثاني او مره ثانيه بطرس في البستان قطع اذن عبد رئيس الكهنه وبسمي الكتاب ملخص والمسيح رد الاذن يعني عشان تشوف سلطان المسيح هو سيد المواقف والاحكام رد الاذن وقال لبطرس رد سيفك إلى غمده لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف أيضا يهلكون ثم قال يعني ألا أقدر أن أطلب من أبي أن يرسل إلي 12 عشر جيشا من الملائكة ده هو ملاك واحد قضى على أشور 185 ألف جندي في فترة بسيطة فكم بالحر 12 جيش يعني الاف الملائكه بخلصوا على العالم كله ولكن كيف يتم المكتوب هذا كان فكر الرب يسوع المسيح فالمسيح جاء ليتمم مشيئه الاب يضع ارادته الكامله بالتوافق الكامل مع مشيئه الاب والاعجب من كل هذا احبائي انه يسوع المسيح في البستان خرج ليواجه الجنود يعني مش تراجع او اختبأ فخرج يسوع، لاحظ الكلام وهو عالم بكل ما ياتي عليه ومش بس يعني راح واجه الكهنة وحراس الهيكل والجنود الرومان كان معهم يهوذا الاسخريوطي مسلمه وجههم بل سالهم قال لهم من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري قال انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض رجع مره ثانيه رجعوا وقفوا سالهم مره ثانيه من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري قال: قلت اني انا هو ولكن لاحظ الكلام برضو رجعوا الى الوراء وسقطوا وقال لهم دع دع هؤلاء يذهبون طبعا كان لتتميم النبوه انه لم يهلك احد من تلاميذ المسيح في تلك الليله في يوحنا 18 كانت لتتميم النبوه سقطوا على الارض عندما قال اني انا هو بالحقيقه اني انا هو هو لمحه من مجد المسيح لمحه من لاهوت يسوع المسيح لم يقدروا ان يقفوا على ارجلهم وهذا ان دل على شيء احبائي بدل سلطان وسياده يسوع المسيح المطلقه انه سيد الاحداث وهو المسيطر على كل الاحداث وعلى كل مشهد الصليب من الالف الى الياء ابقوا معي ساواصل حديثي بعد هذا الفاصل أهلا أحبائنا مشاهدينا صلب المسيح ضعف أم قوة شفنا أحباء أن المسيح ترك الجليل وذهب إلى أورشليم ثبت وجهه وكان دايما بيتكلم عن الساعة والساعة لابد أن تتم بالتوقيت الإلهي وكل الآيات اللي اقتبستها هو فعلا يسوع ذاهب إلى الصليب وأنه كان هو سيد الامر كله له السياده والسلطان الكامل في كل احداث الصلب ولكن خليني في هذه المرحله شيء اخر يسوع وهو على الصليب برضو كان متحكم بكل زمام الامور كلمات المسيح على الصليب مذهله جدا احبائي يهتم بامه فكيف يشبه المسيح بشخص اخر بديلا عنه على الصليب وهو الذي قال لمريم امه هو ذا ابنك ليوحنا ثم قال ليوحنا هو ذا امك الا يستطيع ان يميز يسوع المسيح على الصليب وكيف يكون على الصليب لو كان شخصي غير المسيح لقال ظلم يا جماعه ظلم مش انا ولكن كان سيد الاحداث كيف هو على الصليب يقول للص التائب اليوم تكون معي في الفردوس فإذا أحبائي كل ما يتطلب منا اقرأ بشارة واحدة من الأناجيل المقدسة اقرأ إنجيل يوحنا تحتاج لنص ساعة ثلاثة ارباع الساعة وهل بتجازف في كل أبديتك وبتقامر بحياتك ونفسك لأنك مش قادر تقرأ ولو ثلاث ارباع الساعة لساعة وهاي الساعة اللي راح تغير كل حياتك ومصيرك وأبديتك مجرد تسمع أقواله بترددها وبتكررها من غير ما تعرف ما هو الصح وكيف المسيحي بفكر وماذا يقول الكتاب المقدس من أجل أبديتك ومن أجل مصيرك أنا بشجعك إنك تقرأ في كلمة الله ولكن المسيح على الصليب اسمع كلمات التعيير والاستهزاء حتى من الكهنة فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله عم يتكلموا كل هاي التعبير الصحيحة لو انت فعلا المسيح, المسيح مختار الله كما تقول النبوات عنك فلينزل الان عن الصليب فنؤمن به لاحظ الكلام فلينزل الان عن الصليب فنؤمن به لانه قال انا ابن الله يعني الدليل تبعهم لو نزل المسيح عن الصليب لانه قال انا ابن الله كان امنوا ولكن في دليل اعظم اللي هو قيامه يسوع المسيح من بين الأموات حتى على الصليب المسيح لم يستجب لطلباتهم يعني السخيفة خليني أقول أنه بحاولوا يطلبوا من يسوع بلاش تتصلب انزل كأنه بصفه أو بأيده الشيطان الذي يرفض صليب يسوع المسيح شيء مهم جدا على الصليب وأنا عاوزك توخد بالك من هذا الموضوع انتبه للشيء اللي إسا أنا رح عنه على الصليب مكتوب فلكي يتم الكتاب قال يسوع المسيح وهو على الصليب أنا عطشان شيء آخر يعني لاحظ التسلسل يا أبتاء في يديك أستودع روحي لاحظ شو بقول الكتاب نكس الراس اولا ثم اسلم الروح والشيء المتعارف عليه عنه احبائي انه الشخص يسلم الروح فيسقط الراس وتسقط الايادي فيكون جثه هامده لا روح لها ولا حياه ولا حركه ولكن لاحظ سلطان المسيح بين يديك استودع روحي مكتوب نكس الراس ثم اسلم الروح، هل في معلومه دقيقه اكثر من هذه المعلومه؟ اخوتي واخواتي بهذه المعلومه اذا عندك اي شك الان ادعوك ان تؤمن بيسوع المسيح ولا تجازف بحياتك وابديتك او كما قال له سلطان على روحه. مثل ما مكتوب اسلم نفسه للموت ثم سلطانه على الموت ايضا احبائي هذه الكلمات والترتيب الالهي اللي تكلم فيها يسوع المسيح هي كفيله ان نشوف احداث الصلب بالتسلسل بالتناغم بالتوافق والانسجام مع كلمة الله مع ما هو مكتوب مع ما قاله يسوع مع النبوات العديدة سواء في العهد القديم أو النبوات في العهد الجديد اللي تنبأت فيها عن صلب يسوع المسيح هي بحد ذاتها برهان مثل ظهور الشمس في السماء فالمسيح له السلطان ثم أحبائي نرى أن الصليب لم يكن ضعف بل قوة تعرفوا في في كورنثوس الأولى الإصحاح الأول كورنثوس الأولى الإصحاح الأول خليني أبتدي من آية 18 مكتوب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لانه مكتوب سابيد حكمه الحكماء وارفض فهم الفهماء اين الحكيم؟ اين الكاتب؟ اين مباحث هذا الدهر؟ الم يجهل الله حكمه هذا العالم؟ لانه اذ كان العالم في حكمه الله لم يعرف الله بالحكمه استحسن الله ان يخلص المؤمنين بجهاله الكرازه لان اليهود يسالون ايه واليونانيين يطلبون حكمه ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثره ولليهود جهاله واما للمدعوين يهودا ويونانيين اللي امنوا طبعا فبالمسيح قوه الله وحكمه الله لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس، طبعا حاشا أن يكون الله ضعيف ولكن هنا أحبائي ليثبت نقطة معينة هذا أسلوب بولس الصارخ والصادم حتى يوصل حقيقة مهمة جدا يعني مثل ما بقول في كورنثوس الثانية إصحاح 13 وهو يدافع عن رسولية في آية ثلاثة إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم في الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله فنحن أيضا يعني بوصل الحقيقة اللي بحاولوا بجادل عن علامات الرسول فنحن أيضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم يعني لدرجة حتى ضعف الله هو أقوى من أي قوة في هذا الوجود يعني أو إذا أنت بتزعم أنه هذا الضعف حتى الضعف هو أقوى من أي قوة وأنه في الصليب هو قوة الله وحكمه الله وخلاص وفداء الله فاذا احبائي قوه المصلوب بنشوف عده امور على الصليب نمره واحد المسيح مات في الوقت المعين لا قبل ولا بعد في اللحظه يعني في دخول السبت في تقديم حمل الفسكان بالضبط اسلم الروح والاحداث اللي تمت عند الصليب قوه الصليب مكتوب الشمس اظلمت والارض تزلزلت والصخور تشققت وثم ويقول كتاب ايضا انشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل تقرا هذا في متى سبعه وعشرين من ايه خمسين لايه اربعه وخمسين اخوتي واخواتي خليني اقول بعض النقاط المهمه عن الصليب او على الصليب نرى عده امور اولا قوه الرب يسوع على الصليب بالصليب مكتوب جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه ظنت الشياطين انهم قضوا على يسوع المسيح ولم يعلم الشيطان ان بالصليب جرده فضحه يعني كسر انيابه يعني فعلا ضربوا الضربه القاضيه في الصليب جردوا يعني لغه عسكريه من النياشين من الميداليات وخلاه مجرد يعني مفضوح امام العالم الشيطان آه مفضوح ثم احبائي على الصليب نرى عمل الفداء الكامل سبب الخلاص يعني حتى اعجب شيء وانا بدعوك انك تشوف آه الحلقات فوت على السوشيال ميديا عن, آه عن بحلقات اسمها عند الصليب والاشخاص اللي تقابلوا مع يسوع المسيح عند الصليب في صلب المسيح زوجه بيلاطس امنت قائد المئه اللي حكم يعني اللي صلب واشرف على صلب المسيح امن اذ قال بالحقيقه كان هذا الانسان بارا هذا الانسان ابن الله ثم اللص التائب في اخر لحظات حياته وهو على الصليب نال الخلاص انه قوه عمل الصليب عمل الفداء هذا الخلاص الكامل فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبه ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب فيسوع المسيح جاء الى العالم طوعا واختيارا واسلم نفسه اختار ان يموت وهذا احبائي ان دل على شيء بدل على سمو ورفعه يسوع المسيح اخلى نفسه حتى يقدم هذا الخلاص الكامل ايعقل ان الكلمه صار جسدا يهرب من الصليب اصحى افكر معي عزيزي المشاهد احنا قلنا موت المسيح على الصليب هو تتميم للنبوات بحد ذاتها انك تتمم نبوات عديده في شخص واحد يعتبر مستحيل ولكن تمت النبوات في شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد على الصليب نشوف تواضع المسيح الاتضاع الكامل والتواضع احبائي هو من سمات الكبار اذا ملك اختار ان يغير ملابس الملوكيه ويلبس ملابس فقراء المجتمع هل غيرت من شخصيه الملك هل غيرت من سلطان الملك اذا اخذ الملابس لفتره مؤقته حتى يكتشف رعاياه على الارض فكم بالحري يسوع المسيح يعتبر يعني كامل الكمال واخلاقياته كامله بلا خطيه اتخذ جسد في ملء الزمان كانسان حتى يموت من اجلك ومن اجلي على الصليب فالتواضع هو سمات الكبار الكبرياء هو سلاح الضعفاء عاوزين يتكلموا عن العنف وعن القوه وعن البطش وعن كذا ولكن مش عن الاتضاع انه انه التواضع بيعتبروها ضعف والمحبه ضعف لكن بالحقيقه ان هذه قمه القوه هي الوداعه ان قادر ان يتحكم بذاته يتحكم بنفسه لانه له سلطان على ذاته ايضا ثم احبائي ماذا اقول الصليب هو اعلان لقوه الله بينما يظن الناس ان الصليب ضعف هو بالحقيقه ان الصليب هو اعلان قوه الله قلنا احنا جرد الشياطين ولكن بنشوف عده امور من قوه الله قوه الله للخلاص قال رسول بولس لاني لست استحي بانجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني ثم أحباء مكتوب كما قرأنا في كورنثوس الأولى آية 18 فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله فهي قوة الله لاحظ في ايه 2 من اصحاح 2 من نفس السفر كورنثس الاولى مكتوب: لاني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمه الانسانيه المقنع بل ببرهان الروح والقوه لكي لا يكون ايمانكم بحكمه الناس بل بقوه الله بل بقوة الله فإذن قوة الله للخلاص هذا ما نسميه العمل الكفاري الموت البديلي اللي المسيح في الصليب وفى وتمم العدل الإله الإلهي وأن هذا الخلاص خلصنا من سلطان الخطية ومن عبوديتها أحبائي مكتوب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته شيء آخر الصليب لم يكن النهاية يعني إذا الناس فكرت أن المسيح اتصلب وأنه هو النهاية يا حرام فإذا يمكن بيكون مات بسبب أخلاقياته العالية مثل سقراط أو مات ظلما أو مات شهيدا ولكن حاش أحبائي فالصليب لم يكن النهاية بل هو الطريق لتحقيق الفداء بعد الصليب توجد القيامة فالمسيح هزم القبر وهزم الموت وهزم الخطية أيضا فالصليب هو طريق الخلاص القيامة هي التي توجت المسيح ربا ومخلصا لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلاص لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص شيء ثاني الصليب هو قوه او يظهر قوه محبه الله قال يسوع ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه فيظهر قوه المحبه في رؤيه واحد خمسه الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه ثم شيء اخر الصليب يظهر قوه الغفران الكامل الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا مسامحين بعضكم بعضا كما سامحكم الله في المسيح يسوع ان كان لاحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا مكتوب احبائي في اعمال عشره له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا قوه الغفران الكامل طلب من الاب اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون بل هو غفر للص التائب عندما قال له اليوم تكون معي في الفردوس ثم احبائي نرى قوه التطهير والقداسه في عبرانيين اصحاح تسعه عبرانيين اصحاح تسعه خليني اقرا بعض الايات او اقرا على الاقل آه ايتين في ايه 12 وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مره واحده الى الاقداس فوجد فداء ابديا لانه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجله مرشوش على المنجسين يقدس الى طهاره الجسد فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميته لتخدموا الله الحي. اية 14 ثم احبائي بصراحه الصليب هو العلاج لمشكله الالم قوه على احتمال الالم فالمسيح تعاطف مع انسانيتنا كانسان كامل تعاطف مع بشريتنا فلا يستطيع اي انسان ان يتهم الله في موضوع الالم لان الجواب موجود في يسوع انظر يسوع المرسوم المصلوب امام عيونكم اذا عندك مهما كانت مشكله الالم عندك انظر الى يسوع المسيح ومر باحداث الصلب بالتفاصيل اللي مر فيها يسوع لابد انك فعلا يعني انه تعتبر الالم حتى بركه تعتبره بركه ثم احبائي قوه الدينونه لم يات ليدين بل ليخلص ولكن هذه الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن أجرة الخطية هي موت في دينونة أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا خليني أخذ مكالمة في هذا الوقت من الاخت مريم من من مصر اهلا وسهلا اخت مريم انت معانا على الهوا مساء الخير مساء البركات أهلا اخت مريم سلام المسيح معاك يا أسيس يا ترى صوتي واضح؟ واضح جدا مرسي على الحلقه وعنوانها انا بفهم جدا اخواتي المسلمين لما يكون عندهم لبس في قصه ان الصلب ضعف. انا كنت مسلمه موجودة مسلمه والمسيح نور عينيا وبدات افهم مع الوقت ليه المسيح استخدم الصلب علشان يفك اسري. مم. فلما باجي اتكلم دلوقتي مع مسلمين لان ربنا شرفني بخدمه ان انا اكون بتكلم مع اخواتي المسلمين فبيقولوا لي دايما سؤال هو لو كان ربنا آه ما كانش يقدر يخلص نفسه من المصير ده انا بصراحه بيصعبوا عليا ليه لانه بيفكروني بالفرسين لما قالوا له خلص كثيرين فجي يخلص نفسه طب ما هو اساسا انا برد عليه على طول واقول له طب ويخلص نفسه ليه إذا كان هو اصلا جاي على الارض عشان كده يعني هو المسيح فكره تجسده كانت ايه سببها تجسده عشان يموت هو جه لكي يموت وليه جه لكي يموت لان ببساطه ان ابليس هو سقط الاول في الخطيه سقط في خطية الكبرياء وعشان هو كاره البشرية هو بي... عايز البشرية تسقط معاه لكن ربنا بيحبنا عايز ي... يقطع ايد ابليس اللي ماسكها علينا يعني انا بحس ان احنا كنا زمان قبل الايمان ان ابليس ده كانه لويني ماسكني من ايدي اللي بتوجعني عندنا المثل ده في مصر بنقوله ان لما يكون شخص ضعيف في حاجه يجي واحد يروح لويله دراعه في الحته اللي بتوجعه فيه فلو هو عمل معايا كده انا مش هعرف أ... اخلص منه. ليه؟ لانه مسكني من نقطه ضعفي. جه المسيح وقال ماشي انت شايف ان نقطه البشريه هي الموت؟ انا حبيت بالموت الموت. مم. يعني انا حدوس الموت بالموت. مم. وفي شاعر عربي قديم بيقول دو... دو... دواني بالتي هي الداء التي ف... كانت ف... هي الداء. Yes بالظبط فالمسيح عمل ايه؟ المسيح أخذ المصير الأبدي بتاعي اللي هو الموت أنا اللي كنت المفروض أموت على الصليب بداله لأني أنا بخطيتي أنا قطعت علاقتي بيه أنا عملت فعل التعدي بخطيتي تجاه الله فقطعت علاقتي بيه فكان مصيري هو الموت المسيح جه أخذ أخذ المصير اللي أنا كنت المفروض أدفعه واللي المفروض كان كل شخص يدفعه فهو انا انا بالنسبه لي انا دلوقتي ابليس ملوش سلطان علي يعني ما يقدرش يشتكي علي امام الله ما يقدرش يروح امام الله يقول له بص اللي انت بتحبها بتعمل خطيه ضدك هيقول له لا ده انا دافع الثمن ع... ما ومكتوب كده في في كلوسي الثانيه ان ما الصق الذي علينا في الفرائض نعم. مش بس كده مكتوب اذ جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب فيه اللي هو عائده في الصليب فيعني معنى كده ايه؟ هو دلوقتي جرد الرياسات والشا... والسلاطين بتاعه ابليس من كل سلطانهم عليا انا، انا الضعيف اللي كان هم ليهم سلطان عليا بالخطيه. فدلوقتي ان... انتصاره م. هو م. على الصلب نقل لي انا احساس الانتصار، ليه؟ كاني داخله امتحان في الحياه وانا عارفه النتيجه مسبقا ان انا ناجحه. يعني انا بشجع كل اخ مسلم او كل اخت مسلمه تتخيل المنظر بالشكل الاتي كان عندك امتحان امتحان صعب قوي بس انت داخله الامتحان وانت نفسيتك مرتاحه ان النتيجه اوريدي انت حد جابها لك من الكنترول وقال لك انك ناجحه هتدخليها ازاي هتدخليها بثقه عارفه انك ممكن تسقطي في وقت احنا مش بنقول ان احنا يعني ما بقناش بنخطأ بنخطأ بس الروح القدس بيقومنا وبيقومنا من الخطية والحياة مع المسيح هي حياة جهاد على فكرة المسيحية ما فيهاش تسيب بالعكس احنا ما عندناش ان احنا نغطي من بره ونعمل منظر قدام الناس نحن متدينين لكن كلنا من جوانا كل عفن ونجاسة لا احنا التغيير داخلي احنا مش مش فكرة انا بلبس حجاب من اولي الاخري انا فكرة ان انا قلبي محجب من الخطية نفسيتي محجبة ضد الخطية عناية محجبة ضد شهوات النظر والسائر الأشياء المسيح يغير من جوة الفكرة من بره هتتغير لما أنت الإنسان يتغير من جوة ليه؟ لأن أنا أنا بتحرك بال... من دافع منتصرة أنا واحد اوريدي منتصرة ليه؟ لأن أنا منتصرة في المسيح المسيح اتصلب عشاني فاداني قوة على الانتصار على الصلي على الم... على الابليس وابليس ما يقدرش يلوي دراعي تاني بالخطيه. امين امين لو سالتك في نص دقيقه اخت مريم يعني فكره الصلب كيف اقتنعت فيها وكيف قبلتيها؟ انا قبلتها لما فهمت ان حقيقه التجسد لاني كانت الاول كان اول سؤال طبعا كنت بسال بكل تواضع مش بسال علشان يعني اقرف اللي قدامي اذا كان ربنا مات على الصليب مين دور الكون ده كان السؤال البسيط م. بتاع اي مسلم فلما فهمت الشرح بتاعها ان ربنا لا يحدد بجسد يعني المسيح مش معنى ان المسيح كان ان ربنا كان م م متجسد في المسيح معناه ان هو مش موجود everywhere لا هو هيز هير هيز everywhere احنا كده بنحد بمحدودياتنا البسيطه حدودي حدودية ربنا وده ما ينفعش فالمسيح مجرد ان هو دخل الامتحان اللي المفروض كنت انا ادخله مم. اللي هو دخل لحظه الموت اللاهوت ما جرالوش حاجه ناسوته هو اللي مات لكن اللاهوت اجتاز معاه تجربه الموت لكن طبعا اللاهوت ما بيموتش مم. فلما فهمت اسلمت حياتي للمسيح لان الموضوع لا يستعصى على البشر هو إبليس يعني ابليس عشان هو متكبر ممكن ما يفهمش الصلب ومش عايزنا نفهم الصلب بالتكبر، لكن لو الواحد جه تواضع قدام ربنا وقال له يا رب انا مش فاهم فهمني لازم يكون واثق ان ربنا هيفهمه امين يا اخت مريم امين ربنا يباركك لكن عاوز كمان اضيف اقول انه حتى التلاميذ لم يقدروا أن يفهموا فكرة الصلب يعني أما كان ينبغي أن يدخل مجده يعني حتى المسيح كان دايما بيشرح للتلاميذ ومثل ما ذكرت أنه اضطر أن يوبخ بطرس في حالتين لما كان في رفض لفكرة الصليب ولكن لأجل هذا جاء يسوع المسيح هل خطر على بالك تسأل هذا السؤال؟ ماذا لو لم يمت يسوع المسيح؟ فعلاً، هل فكرت في الموضوع؟ شو بيكون لو المسيح لم يمت، وفعلاً سمع لليهود وقالوا إنزل عن الصليب فنؤمن بك، شو بيكون حقق أحبائي؟ خليني أقول أحبائي، لو لم يمت المسيح على الصليب أولاً، لكان المسيح يا رب سامحنا أقول هاي الجملة لكان كاذبا مدعيا باطلا لأنه وضع كل الفكرة الكتاب وكل مجيئه على فكرة موته على الصليب فلو لم يمت على الصليب لكانت كل المسيحية هي أكذوبة نفس الشيء لما بولس بيشرح عن براهين القيامة أو لم لو لم يقم المسيح قد قام باطل إيماننا باطل كرازتنا كان المسيح مات يعني عبث كنا بعد بخطايانا إلى آخره فإذا أولا لكان المسيح كاذبا شيء ثاني لو لم يمت المسيح على الصليب كان بيكون كلام الله كله محرف تحريف لكلام الله لكان هذا الكتاب المقدس كتاب محرف ولا من اول التاريخ الى مجيء يسوع المسيح حتى الخروف المذبوح اللي بيتكلم عنه في السماء كله بيتمحور حول الفداء حول الخلاص موت المسيح وقيامته من بين الاموات فلو ماتش المسيح كان هذا الكتاب محرف النبوات والرموز والذبائح وكل اللي في الكتاب كان ما أي نفع ولا أي أهمية الشيء الثالث أحبائي لو لم يمت المسيح لكانت هذه العقيدة عقيدة المسيحية أو أساس العقيدة المسيحية باطلة مهدومة من أساسها ولكن المسيحية هي الصليب والصليب هو المسيحية من أجل هذا حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح كما قال الرسول بولس فإذا في الصليب تم الخلاص وأعطاك الحياة الأبدية كل ما عليك أنك أنت تشغل بالإيمان التوب وتآمن بيسوع المسيح حتى تحصل على الخلاص الكامل والحياة الأبدية بصلي من كل قلبي انك قبلت يسوع المسيح ربنا يباركك